هلو هلو حبايبي الحلوين جريد 5. النهارده ان شاء الله هنبدا اول يونت اللي هو يونت 7 ان ذا سكند تيرم. ار يو ريدي؟ اليونت بتاع النهارده اسمه ايه؟ هومز ان ايجيبت. هومز ان ايجيبت يعني البيوت في مصر. ليتس جو. يلا بينا مع بعض نشوف lesson 1. عندنا بيقول ايه؟ the home البيت بتاعي. يلا نشوف معايا الكلمات. خلي بالك بعد الفيديو ده وبعد اللسن ده هتكون تعرف تتكلم عن البيت بتاعك، لان هتعرف كلمات كده هتلاقيها في بيتك وبتشوفها كل يوم. اول كلمه معانا هي كلمه كاشن. كاشن كاشن المخده الصغيره كاشن. كمان معايا الخزان بتاع الدولاب او الدولاب نفسه اسمه كلوزيت. كلوزيت كلوزيت كلوزيت. كمان معايا الاسانسير اسمه elevator elevator elevator. shower shower shower. television television television. armchair armchair كرسي لبس السندات ده اسمه ايه؟ armchair. balcony بلكونه balcony. ممكن اقول لك مثلا I like my balcony، انا بحب البلكونه بتاعتي. balcony balcony. كمان معايا الفرن اسمه oven oven oven. اوكي معايا بقى extra vocabulary زي ايه؟ house house. طب يا بس مش انت لسه قايله home يعني البيت؟ هقول لك برضه house يعني البيت، بس ركز معايا الاختلاف ما بين الكلمتين دول، ان انا ممكن استخدم home ان انا بوصف ان المكان ده انا بحس فيه بالامان. زي ايه؟ زي ما اقول مثلا my mom is my home، يعني ماما البيت، انا قصدي ماما المكان اللي انا بحس فيه بالامان. اوكي انما house is just a building، is just a building يعني البناء نفسه. parents بابا ماما parents parents parents. اوكي عايز اقول حجرة النوم bedroom bedroom bedroom. الشقة apartment apartment apartment. الحمام bathroom bathroom. عايز اقول الدنيا فراغ كده اقول space space space. حديثة modern modern modern. قديمة old old old. اوكي المطبخ kitchen kitchen kitchen. اقول لك where is your mom؟ تقولي my mom is in the kitchen. ماما في المطبخ kitchen kitchen. اوكي كمان معايا بقى الـ regular verbs الأفعال المنتظمة. تصريف الأفعال ده هحكيه لكم واحدة واحدة كده في فيديو لوحده في الـ past simple. أوكي معايا بقى كده expressions كده و prepositions لازم نعرفها، هتلاقيها كده في reading اقرأها هتعرف حروف الجر اللي هي بتيجي مثلا welcome to، أقول لك مرحبا بكم في welcome to Egypt، لما يكون في سياح أقول لهم welcome to Egypt. كمان معايا عايزه اقول جزء منها اقول part of part of. كمان cooking cooking يطبخ فيه. ماذا عن؟ اقول لك what about you what about you. ماذا عنك؟ قول لي كده اخبارك الدنيا. share with يعني يشارك مع share with. كمان معايا اقول come in تعالى come in. move to move to ينتقل الى. a gift from اقول لك مثلا ايه؟ a gift from my friend يعني الهدية دي أو هدية من صديقي. What a great view يا له من منظر رائع، يعني إيه المنظر الحلو قوي ده. live in أقولك I live in Egypt I live in Egypt. وبس كده هو ده lesson 1. خلي بالك اللسن ده بس سهل جدا، بس كده ده lesson 1. اللسن ده سهل جدا جدا جدا، أتمنى تذاكروه كويس قوي واستناني في lesson 2. مرضتش أعمل لك اليونت كله على بعضه عشان تلحق تذاكر الwords علشان تبقى شطور وتحاول ان انت بقى ايه. خلي بالك اللسن اللي جاي هخليك توصف الاوضه بتاعتك والشقه بتاعتك فيها ايه. That's it. Bye. ما تنساش لايك شير اند سبسكرايب اند ويت مي فور ذا نيكست فيديو اند ستدي ويل. باي.